أهلا وسهلا بكم في شارك البصريات وحلقة جديدة كل أسبوع. واحد لاختبار قوى القيم للسفير تستخدم لوحة العلامات وأيضا لوحة الدكروم تيست. اثنين لاختبار قوى قيم السلندر والأكس تستخدم لوح النقاط دوتس أو الكلوك أو الفان شارت أو تستخدم لوحة العلامات ولكن الأسطر الأكبر والأكثر وضوحاً للمريض. ثلاثة تعتمد اختبارات الرؤية الثنائية بينوكلر فيجن للعين على ارتداء المريض نظارات لها عدسات بفلاتر معينة مثل الأنجليفيك جلاس اللي هي الجرين ريد لينسز أو البولارايز جلاس اللي هي الـ 45 ديجري والـ 135 ديجري. يوجد لوحات كثيرة لاختبار الرؤية بالعينين ولاختبار الحول ولكن كلها تعتمد على فكرة إعطاء كل عين صورة مختلفة ثم ملاحظة قدرة المريض على مشاهدتهم على أي هيئة. دوكروم تيست يعتمد هذا الاختبار على الاتزان اللوني كروماتيك بالانس حيث يقع الضوء الأبيض على العين ولكن تقع أطواله الموجية التي هي الألوان الأحمر والأخضر والأصفر في نقاط مختلفة حيث تمثل الصورة على اليسار في الأسفل حالة العين السليمة وفيها اللون الأصفر على شبكية العين والأحمر خلف الشبكية والأخضر أمام الشبكية بينما تمثل الصورة فوقها الحالة الأولى على اليسار طول النظر فيظهر حرف الإي واضح في اللون الأخضر مما يجب إضافة عدسات موجبة للعدسة حتى تعادل قوة العين فيصبح حرف E متساوي الوضوح بينما الصورة على يمينها تمثل حالة قصر النظر فيظهر حرف E أوضح في الأحمر مما يجب إضافة عدسات سالبة للإسفير حتى تعادل قوة العين ليصبح حرف E متساوي الوضوح. ثلاثة لوحات الاستجماتيزم الفان تشارت لوحة المروحة كلوك تشارت لوحة الساعة دوتس تشارت لوحة النقاط وتستخدم هذه اللوحات في تحديد قيم السلندر والأكس فتظهر الصورة على اليسار شكل كلوك تشارت مع الإسفير فقط -5.75 ديوبتر ثم مع الاستجماتيزم -0.75 x 180 حيث تتغير أو تظهر الصورة أكثر وضوح وحدة ودائما ما يستخدم مع لوحات الاستجماتيزم عدسة جاكسون كروس سلندر GCC ويمكن استخدام لوحة العلامات ولكن مع اختيار الأسطر الكبيرة أو الأكثر وضوح من الـ VE للمريض.